هاد الشخص سميتو بلال الخنوي، زاد في 1 ماي 2004 بمدينة سترومبيك بيفر بلجيكا. عاش طفولة جميلة على عكس اغلب اللاعبين بسبب الوضعية الاجتماعية الميسورة للعائلة ديالو. فبلال كبر شوية والموهبة ديالو كانت باينة منذ الصغر، وما كيقدرش يتفرق على كرة وكيلعب في اي بلاصة تحت ليه، بدار المدرسة وحتى الشارع. فتحرك الاب ديالو وتسجلو باحد النوادي الصغيرة في المدينة، وبحكم انه تيخلط كل شيء في الملعب فبلال مشى الفريق اندرليخ الاقل من 15-16-17 سنة. وبما ان موهبته بدات كتبان وهو صغير بزاف، الشيء اللي اعتبره بلال خيار مجهل بالنسبة للمسيرة ديالو. بلال قال اذا اتيحت لي الفرصة للعب في المغرب ساختار المغرب طبعا. وهنا جا الخيار ديال بلال الخنوش واللي استدعاه وليد الركراكي واللي عنده مهارات كبيرة في سن اللي صغير بزاف. المدرب المنتخب البلجيكي ما تسرطاتش ليه بحكم انه عارف بقيمة بلال الخنوش، وقال للاتحاد البلجيكي انهم خاصو يبدلوا القوانين، اي لاعب تكون في بلجيكا فخاصو يلعب لصالح المنتخب البلجيكي. بلال كان الحلم ديالو يلعب في كاس العالم، وطبعا حقق الحلم ديالو بفضل وليد الركراكي. فكنتمنوا لهم التوفيق. الفيديو سالانا، ما تنساش لايك ومتابعة باش يوصلك الفيديو الجاي. كان معكم خالد بباشا.